المدارس اليابانية كل ما حد يقابلنا أو يبعت لنا على المدارس اليابانية، الناس عايزة تعرف تفاصيل أكتر عن المدارس اليابانية دي. يعني هل ممكن حد ممكن يكون في سنة ستة مثلا يحول للمدرسة، ولا لازم يبدأ من الحضانة بيكون من سن صغير؟ وإيه هي المواصفات الطالب اللي هيتم قبوله في هذه المدارس؟ بص حضرتك، هو ان شاء الله هنطلع يعني بكره طبعا. هو باب التقدم دوله رئيس الوزراء اعلن النهارده من نص فبراير الشهر الحالي هيبدا التقدم. هنبدا بتقدم المعلمين والمديرين، ثم بعدها الطلاب. احنا تقريبا شبه انتهينا من هذا المعايير والحاجات دي كلها، لكن بكره او في غضون يوم او اثنين هنطلع نشره قويه جدا لكل اللي حضرتك بتسأليه ولكل الرأي العام اللي هو عايزه بإذن الله في هذا الشأن يعني. طب غششنا حاجة؟ طيب إن شاء الله لما نعملها يعني أما نتفق هنعملها وننتجها هنطلعها بإذن الله ونقولها، بس يعني مفيش ثبت على فكرة يعني. التفاصيل النهائية لسه لم تضع حتى الآن، لا لا هنصيغها بس بشكل حاجة إعلامية ونطلعها. هيكون في مؤتمر صحفي زي ما قال سيادة الوزير بإذن الله، ومش عايزين تحرقوه. طيب التغذية المدرسية اتأخرت ليه؟ التغذية المدرسية كان يعني بالصدفة حضرتك بتسألي، كان في النهاردة لقاء سيادة الوزير مع السيدة وزيرة التضامن، وإن شاء الله في إجراءات هيتخذها السيد الوزير مع مجلس الوزراء للبدء في هذا الأمر بإذن الله. هل لديك أي أقوال أخرى خاصة بالتعليم الموجود في كل بيت؟ عايزين نطمن الناس، السنة دي هتبقى أحسن، السنة الجاية هتبقى أحسن، هل في تسهيل في المناهج؟ الناس قاعدة مستنية ومترقبة على نار، وأي حد يخص وزارة التعليم بيتكلم في أي برنامج لا تتصور الناس بتبقى بتسمع له قد إيه. أنا عايز أقول لحضرتك امتحان الثانوية العامة هذا العام، طلبة الثانوية العامة السنة دي محظوظين عن العام السابق عشان بس نبقى واضحين. مفيش شك إن في دروس مستفادة إحنا اتعلمناها، ده عادي جدا. التأكيد النهاردة على مدير عموم المواد بنفس الكلام. احنا بنشتغل على مناهج تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي ورابعة ابتدائي وخمسة وستة، بنحاول نخليها نزود نسبة الأنشطة ونخف التفاصيل، ودي لجنة شغالة وإن شاء الله هتتم عملها في يعني على أول مارس أو منتصف مارس بإذن الله. فأنا بطمن السادة الطلاب قبل أولياء الأمور إن أنا بقول لهم إن المناهج السنة الجاية هتكون برضو يعني خفيفة، أخف أكتر من، مش معناها أخف عشان بس محدش يفهمني غلط، أنا راجل تربوي يعني بتركز أكتر على المفاهيم الأساسية، بتركز أكتر على الموضوعات المهمة، لكن الباقي يبقى في صورة أنشطة في طالب يومي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العالي على هذه الإيضاحات.